ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ياكي واسطے حضرت خواجہ ابو یوسف جو ہے امکان میں نفس و مغلوب میرا مبتدا کے واسطے مجدوانی خواجہ ابو الخالق شیخ کمال ہم کو مل جائے کمال اس پیشوا کے واسطے حضرت خواجہ محمد عارف رواگری خود مل عرفان تیرا اتقیا کے واسطے فل نبی محمود الخیر صاحب مرد حق سبق رحمت قابل اس در بے بہا کے واسطے حضرت خواجہ عزیزان علی راہ مہتنی نام تیرا ہو عزیز پیریا کے واسطے حضرت بابا سماسی عشق ذات خدا عشق سے پر دل ہوئے عاشق خدا کے واسطے حضرت شاہ گلال میر سید اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. محبت دیئے اور وہ اسی
پر قائم ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے سب دروازے کھول دیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مجھے نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے سب دروازے کھول دیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مجھے نصیب کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اور اپنے رحمت کے سب دروازے کھول دیے اے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودہ فخر نو انسانی فرشتوں کی سلامی دینے والی مجھ پڑتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مصطفیٰ جانِ رحمت Yeah.